ربيت ولادي، ربيت ولادي والله على الصدق وعلى التقوى وعلى الايمان، وعرفش بالنبي نتاعهم، عرف باش يعرفوه شكون هذا، شكون هذا السيد، السيد هذا اللي تول هالمشكل، المشاكل في الدنيا هذه كل شربت قهوه وحلها، ما فمش مشكله. نقول حاجه، ما فمش مشكله ما تحلش بالحق، مستحيل حسب مخي. ما فما تو كان جاي اسرائيل تقول اخويا خاتتني هذه ارض فلسطين، تفك المشكله ولا بالحق اي مشكله تفك؟ انا ربيت ولادي على التقوى المحبه، وربيتهم كما نقول فيها عندنا راضين بكل شيء، ربيت مع الرضا. اليوم عندك والحمد لله، خذ ما عندك قول الحمد لله، يرضوا والله العظيم صدقني. عندي بناتي، عندي بنتي سناباك والله ترضى بنيتي والله. وقت نقولوا راي ما عندناش، راي سيبيني راي ما عندناش، علاش نمشوا نعملوا طرق اخرى باش تولي عندنا؟ ما عندناش، نحمد رب سبحانه وكنجوا نلوجوا ونشوفوا والله نحمد ربي. علاش؟ وياك ازمه اي حاجه كان ربي ما تهلكش، راهو يحبك والله العظيم، راهو يحبك. خاطر نحن ما نعرفوش فما، نحن نعرفوا كان هي تبرق، نعرفوش علاش ربي ما تهلكش هذيك. مرتونا كان نقول كان ربي هاني يقول ربي ما عطانيش مليارات كيما عطاها للعباد، ربي ادرى بي هو خلقني ويعرفني، كان عطاها لي ربي مره بمقاطعه ديما نحمد ربي. الحمد والشكر والرضا، هذه القاعده، هذه القاعده تاع الدين، تحمد وتشكر وترضى. كي تربي ولادك على ثلاث حاجات تعظمها، اقسم بربي العظيم والله ما يولوا لك شيوخ. انا ديما نقول لهم ولادي لا نحبك انت تتبع لك فضائيات ولا شيوخ، انت شيخ نفسك، يكذب عليك، انت شيخ نفسك. بل انت كون نمشي بالطريقه انت شيخ نفسك، ما انت شيخ نفسك معناتها تو ما نعرفش الحرام والحلال، تو اسيدي هذا نصلحوا نعرفوه برك. تو تشوف كيفاش ربي يحل الافاق ويحل الثنايا، وتولي تعرف تولي عالم، والله لما تولي عالم كنا نصلحوا اللي نعرفوه نحن. تشهزني نسر بالشيخ ولا نعرف روحي نكذب؟ تشهزني نمشي ولا نعرف روحي نقلب في العباد؟ شيخ ولا مش لازم عاد نحو هذا من حاجه نعرفوه هذاك. تشوف الثنايا كيفاش تحل، وتشوف البرك والله كلها برك، والله صحة بدنك بركة مع ربي سبحانه، كون ربي سبحانه ينحي البركة من البدن والله لما تنهش الأمراض، والله العظيم ما يولي بدن حتى شيء، أما كلها بركة مع ربي سبحانه، حتى البدن، حتى أي تربية صغارك بركة من عند ربي، أي ما تصوره نحن البركة ما عادش، البركة تويك ما عادش، والله تو نضحك مش نضحك، والله مش نضحك هذاك، والله والله الفم يضحك والقلب والله حزين، والله والله حزين. أنا ساعة ساعة نخدم هناك يجيني واحد لكن ما عندها شنو يحس بيا هكاي ويعاونني، مش ياكلي تونا هكاي ساعة ساعة يجيك واحد يقعد يقشر بك على 100 فرنك، واحد والله نفرح ونتهنى، نقول مازلت نقول تو تهنيت على الزواج، نقول فما مازلت ناس باهية وناس كيما نقولوا فيها تعرف ربي وناس تحن على الزواج. شكون قاعد الزواج؟ الزواج يمشي هو ما يمشيش بالعبس، التقي قد ولا ما يمشي بالعبس، والله العظيم يعود راني بكتبوا له ربي، والله هذاك السلاح نتاع التقوى والإيمان. زوالي التقوى والايمان السلاح نتاع، وثيقه بربي، محبه ربي، محبه العباد، ومحبه هذاك السلاح نتاع. وعود متني هاني متني والله، لو كنت نشوف كيفاش راحت البال عندي تقول هذا كي حشنا بها راحت البال. من جت هذيك؟ ما جاتش من الفرق، جت من وراء عمل صحيح ولا من وراء عمل، من وراء كيما نقولوا فيها يا خويا هات النار، هات النار النفس نتاع النبي صلى الله عليه وسلم، كيما نقولوا فيها كملنا الجهاد الاكبر الاصغر مثل الجهاد الاكبر. صحيح النفس والشيطان تي تو الجهاد بالرسمي تو تو هيك اللي ينجح حسب رايي تو في الوقت نتاع تو اللي ينجح وشد نيته والله هنيئا له، ونقوله والله العظيم نقوله هنيئا لك حسب ما نشوف حسب شيء مغري وشيء كذا كذا. يا ودي نحمدوه ونقولوا الحمد لله يا ربي لك الحمد والشكر. ايش نوى؟ لا لا كتبها كتبها هذا كل ما والله ما عم بالي بها شيء، كراه وكمين وكسب حتى شيء، والله حتى شيء، والله العظيم حتى شيء، حتى شيء. القسم نحن علاش الغلطه الوحيده الغلطينا قاعدين نحسبوا في حسبه محسوبه ومحسومه، نحسبوا فيها هي محسوبه ومحسومه. تخي ربي سبحانه سبحان الله قدر على البشر، كتب له حتى من فصل تنفس فيه والله ما تفوت النفس اللي مكتوب لك ربي، الماكله اللي تاكل فيها والله لا تفوتها قد اللي مكتوب لك ربي، الشراب اللي تشرب فيه كيف، الخطوات فوق الدنيا محسوبه. ينكل لك في روحه مكسر في راسي ليش؟ عاد مو شد صنيه الواضحه اللي نورها لي ربي وصورها لي ربي، وهذيك المره تحتني وهذيك المره يحتني، اما الجري في الدنيا هذاك هو هذاك هو هذاك هو كيما نقولوا فيها السلاح الرسومي هذاك بيه برشا عباد، والله يجري بجرد الدنيا يا اخوي تجري الدنيا كيما قالت ربي اطينا طائعين، انت حقرها تجي معاك تبعها سيدي سوراه مالو مال ربي خلق، ما نجمش نقول انا ربي خلق العباد طبقات، هذاك غني هذاك فقير هذاك متوسط هذاك هو هذاك ربي خلق هكاك، وعنده الحكمه وعنده حكمه في هذه وكيما نقولوا فيها، وان شاء الله ربي كيما نقولوا فيها يثبتنا على التقوى وتاع الايمان، وصلى ربي يعطيه الحكمه والله يكون واحد يصير ربي يعطيه الحكمه والله لما يولي سيد الناس بالحكمة، سيدي الناس بالعقل سبحان الله، ربي ميزنا على المخلوقات بالعقل، هي تخدموا العقل تو، العقل تو يقول لك برا سرق غيرك، برا تعادل على غيرك، برا امشي للمخدرات، برا امشي للفسق، برا امشي للفجور، برا امشي لوحدك هكا هكا، مستحيل كان يكون عقل،
مستحيل كان يكون هذا العقل عطونا ربي، ومستحيل كان تو ربي يجي يحاسبنا برك على البدن برك عطونا ربي تنحيلو خبادنك عطولك ربي باش خربتها بالمخدرات هكا عطولك ربي مستحيل مستحيل ربي عطاك خلقك على فتره والله الاخلاق تو كيما السلعه تتباع بلايص بلايص ولاد عم والله بقايع بقايع زاد وبقول ان شاء الله ربي يهدينا وربي يبقي الستر وربي ان شاء الله كيما يقولوا فيها ربي يرجعها للصلاح وربي ان شاء الله كيما يقولوا فيها يبقي الستر كيما عمر محمد اما كم تبوا الاخلاق الناس تقول ما باش ما نظلموش برجع عباد مازالت هكا كبر بلايص بلايص باش ما نظلموش اما كان باش نوصلوا باش نتكلموا بالحق ما عادش تضرب حاجه قليله قليله ما عادش تضرب معناتها بطريقه اخرى عم الفساد عم الفساد هاك دخل لا عاد لا صحو لا عاد من يقدر واحد لا عاد كل هذا كله راهو بعد على الدين راهو بعد على الدين والله العظيم قله اليقين وقله الثقه بربي وقله كيما نقولوا هذا كل هذاك هو معناتها العباد ولد معناتها حتى من كسب ولا شطر حرام 90% كيما نقولوا 90% حرام كسب كيفاش تحب تو تحب ربي كيفاش تحب تلقى انسان كيما نقولوا فيها تقي وهو كيما نقولوا فيها تو 99% عايشين بالربا صح هذه هي العنصر الوحيد اللي كيما نقولوا فيها اش فيك معناتها تقريب اصعب عند ربي سبحانه اصعب باش من الربا فاذنوا بحرب من الله ورسوله هكا ولا نحن في الحرب هذه هي الحرب شنو حرب من الله ورسوله مشدوا مدافع هذه هي الحرب تو بين اذنوا بحرب هذا تو الحرب من الله ورسوله من قله الاخلاق ومن قله كيما نقولوا فيها النهي كيما الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وكل شيء ومن غير مقصرين حتى الاولياء مقصرين تكون واضحين مقصرين بتربيه ولده لكن انت سايب ولدك انت ما تدريش عليه وقت يجي وفين يمشي وفين يرجع وش يعمل ومنين جايب الكسب نتاعه وش ما كيفاش وحتى بنات وحتى هك تخسر انت تو هك تخسر حتى بنات تنوت ما عادش نجم تحكي معها خلاص ما عادش نجم تحكي معها حتى شيء والفوا بالوعد هكاك تجي ترد للدين تقول لك حتى شيء الدين ولا استهزاء بالدين اصل استهزاء اصل زاد بالدين حتى شيء ما يساعدهمش الدين بطبيعه كيفاش يساعدهم الدين الدين عندك كيما نقولوا امورها مربوطه وفما نهي على كذا كذا ما يساعدكش بالطبيعه مش لو جوع اللبسه كل واحد اللبسه اللي تساعده القوه الدين صعيب عليهم ياسر هو والله اسالش منه ما فماش والله اسالش منه ما فماش اقسم بربك نقول كيفاش عايش كيفاش مربي ولادي وعندي بناتي ما شاء الله ويقرا واحد بك الخدمه هذيك تقول ربما تقول يمكن مصدقني والله يمكن مصدق الحمد لله رب العالمين حدنا وحدنا كيما نقول نحاولوا باش نقوموا باللي امرنا به ربي ورسوله هذا نحاولوا ديما مقصرين عندما نجموش نقولوا وصلنا ولا عملنا وربي باقي ستر وطلب دعاء منا وكما نقول فهم كلاب الحلال وان شاء الله ربي باقي ستر هذا نحن نجم نقول ان شاء الله ربي باقي ستر على جميع امه محمد اما وين الدين ونحن بعاد الاف الكيلومترات الاف الكيلومترات على فتره خلقك ولا اله الا محمد رسول الله وكما نقول فيها وربي ان شاء الله يبقي علينا ستر وربي ان شاء الله يبقى لنا ستر وربي ان شاء الله كيما نقولوا فيها انتم ان شاء الله ربي على يجازيكم يجازيكم على باهي الواحد يعرف ويشوف ويسمع الاراء تاع العباد الكل اما لكن مهما يكون الزول من انا ما يقنعنيش واحد يقول لي الزول وصلني باش حرقت ولا باش تلت مستحيل انت ماكش راضي انت ماكش مقتنع انت ما عندكش ثقه لا في ربي لا في رسوله لا في اولياء صالحين زد وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.